بتكلم عن آلام الروماتويد. الروماتويد دي حل جراحي والعصب دلوقتي مكشوف، هل الجراحة تأثيرها يعني في نجاح الجراحة في الموضوع ده هو يعني نسبته عالية ولا نسبته قليلة؟ وإيه أحسن حاجة للعصب المكشوف بالنسبة لألام الروماتويد؟ أهلا بحضرتك مدام هيام. هو حضرتك كم عمرك؟ 74 سنة. ربنا يدي حضرتك الصحة. طيب، هو عامة ألام الروماتيزم أو ألام الأعصاب الناتجة عن الروماتيزم يعني بتبقى غالبا الجراحة فيها في أضيق الحدود قوي بالنسبة لألام الأعصاب لمرضى الروماتيزم. بتبقى لو حصل ان في ضغط على العصب، لو حصل ان حصل اختناق عن العصب، ده هيضطرنا للجراحة على حسب درجة الاختناق اللي موجود. غير كده ما بنلجأش في الروماتيزم لجراحات على الاعصاب الا في هذه مثل هذه الحالات. غير كده بنمشي بالادوية وبنتابع مع دكتور الاعصاب او دكتور المخ والاعصاب مع المشاركه من طبيب الروماتيزم اللي بيعالج حضرتك، هيفيدوكي اكتر. انما الحاله الوحيده اللي بتضطر فيها انك انت تشتغلي او تبداي جراحه للعصب، ده بيبقى لما يكون في اختناق في العصب او في ضغط على العصب نتيجه الالتهابات الروماتيزميه اللي بتحصل، وحسب درجه الاختناق بنبدأ نقرر إذا كان هنحتاج جراحة ولا لا.